وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هذه الآيات العظيمة أقسم الله تعالى فيها وبين جواب القسم، وهي تتناول قصة فيها من العبر ما فيها. وكما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في قصة أصحاب الأخدود، وذكر أقوالا إلى أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وفي صحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه، وفيه قصة عجيبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وملخص هذه القصة أنه كان في من كان قبلنا ملك من الملوك، وكان لهذا الملك ساحر، وكان له جليس يجالسه وهو أعمى، فكبر الساحر، وهكذا عادة بعض الملوك من فسادهم وإفسادهم أنهم يؤون السحرة والدجالين، إلا من رحم الله تعالى. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال البغوي: فصدق الله قولها فقال: وكذلك يفعلون، إلا من رحم الله تعالى. لما كبر هذا الساحر قال للملك: ابعث لي غلاما أعلمه السحر ليكون خليفة له، فإن المفسدين يحبون انتشار الفساد، وإن المصلحين يحبون انتشار الصلاح. فبعث إليه بغلام، وكان الغلام في طريقه إلى الساحر يمر براهب يعبد الله تعالى، فيجلس إلى الراهب يستمع إلى كلامه فيعجبه ويرى عبادته، ويأتي إلى الساحر فيستمع أو فيسمع كلامه فيتعجب منه. فمر ذات يوم، أي هذا الغلام، بالطريق فوجد دابة عظيمة تمنع الناس من المرور، فقال: ليوم أعلم إن كان الراهب على الحق أو الساحر. فأخذ حجرا من الأرض
وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فقتلت فمر الناس، فأتى إلى الراهب فأخبره فقال أي بني إنك اليوم خير مني، صرت مستجاب الدعاء، فإن سئلت فلا تدل علي أو فلا تخبر بي. فأتى إلى الملك فوجد جليسه الأعمى وقد سمع بقصته، فقال الجليس الأعمى للغلام يا بني اشفني، أي من العمى، قال إني لا أشفي، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن جليس الملك بالله تعالى، وكان الناس يعبدون هذا الملك من طغيانه، يعبد الناس له. فلما آمن جليسه دعا له الغلام فشفاه الله، رد عليه بصره، فدخل على الملك وهو يبصر، قال من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال تعبد إلها غيري؟ قال ربي وربك الله. قال من علمك هذا؟ قال الغلام. فأُتي بالغلام وحفر لهذا الجليس حفر أو حفرة فوضع فيها، فجيء بالمنشار فقال له ارجع عن دينك، فأبى فشقه من مفرق رأسه، شقه إلى شقين، ثم التفت إلى الغلام قال من علمك هذا؟ قال الراهب. فجيء بالراهب فحفرت له حفرة فوضع فيها، قيل ترجع عن دينك، فأبى فشقه شقين، ثم أمر بعض جنوده فقال اصعدوا بهذا الغلام إلى ذروة أو ذروة الجبل، إلى ذروة أو إلى ذروة الجبل، فإن عاد عن دينه ترك دينه فاتركوه، وإلا فألقوه من فوق. فصعد به إلى الجبل فقال اللهم اكفينيهم بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجبل فسقطوا، فجاء الغلام يمشي إلى الملك قال أين جنودي؟ قال كفانيهم الله. فأمر بعض جنودي الآخرين فقال اصعدوا به في قرقور، وهو المركب الصغير، ثم انتصفوا البحر، فإن عاد عن دينه وإلا فألقوه في البحر. فلما انتصفوا البحر قال اللهم اكفينيهم بما شئت، قال فانكفأت القرقور. فخرج الغلام يمسك خشبة أو نحو ذلك حتى جاء إلى الملك، والحديث في صحيح مسلم. قال أين أصحابي؟ أين جنودي؟ قال كفانيهم الله. فتعجب الملك وتحير كيف يتخلص من هذا الغلام، فقال له الغلام إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وماذا؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتضعني على خشبة، أي تصلبني عليها، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك وضربتني قتلتني، وإلا فلا. فجمع الناس في صعيد واحد ووضعه على خشبة، ثم جاء بسهمه فوضع السهم بسهم الغلام،
فوضع السهم في كبد القوس ثم ضربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصابه في صدغه، في صدغه أي بين عينه وأذنه، فمات الغلام. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. كانوا يتابعون أمر الغلام، لما رأوا عجز الملك عن قتله علموا أنه ليس برب، ولما سمعوا استعانة الملك برب الغلام وأنه قتل باستعانته برب الغلام علموا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، فآمنوا وكفروا بالملك. فقال بعض الناس: قد أصابك والله الذي كنت تحذر، قد آمن الناس. وهذه صفة ذميمة، الملوك إلا من رحم الله تعالى، إلا من رحم الله تعالى، يتوهمون أن الناس إن آمنوا ووحدوا زال ملكهم، وهذا من جهلهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: فأمر بالأخاديد فخدت شقت الأرض، وأمر بالنار فأضرمت في تلك الأخاديد. وكان يأتي بالناس، يأتي بهؤلاء الرعية فيقول للواحد منهم: ترجع عن دينك؟ فيأبى فيلقيه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى جيء بامرأة لها صبي صغير ترضعه، فقال لها: ترجعي عن دينك؟ فأبت. قال: فأراد أن يلقيها في النار فتقاعست، أي كادت ترجع، تباطأت، فأنطق الله الغلام قال: يا أمّاه اصبري إنك على الحق، فألقى المرأة وطفلها في النار. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، قال ابن كثير: أي لا ذنب لهم، هؤلاء الذين قتلوا ليس لهم ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، هو مطلع على كل شيء. والسماء ذات البروج، قال ابن جرير: البروج منازل الشمس والقمر. وقال مجاهد: البروج النجوم. وقال ابن كثير: البروج النجوم العظام. واليوم الموعود، قال ابن عباس: هو يوم القيامة. وشاهد ومشهود، جاء فيها تفاسير كما في تفسير ابن كثير والبغوي. وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة، هذا قول. وشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، ومشهود يوم القيامة. استشهد ابن كثير على هذا القول، قال: وشاهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومشهود هو يوم القيامة، استشهد بقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس
وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال سعيد بن جبير كما في تفسير البغوي: وشاهد هو الله. واستدل بقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. ومشهود قال سعيد بن جبير: هم نحن العباد إذا وقفوا بين يدي الله فإن الشهود يقومون وإن الشهود يتكلمون وينطقون. من الشهود الناس يشهد بعضهم على بعض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من الشهود النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنبياء كما في الآيات السابقة من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. من الشهود الملائكة: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. من الشهود هذه الأرض معاشر المؤمنين: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. من الشهود جوارح العبد: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تتكلم اليد: عصى بي الله يوم كذا وكذا. تتكلم الرجل: مشى بي إلى الحرام يوم كذا وكذا. تتكلم الجلود بمعاصي العبد وبمخازيه. الأبصار، الأسماع. وآخر الشهود وأعظم الشهود هو الله تعالى. إذا أبى العبد هؤلاء الشهود جميعا فإن الله يشهد عليه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. قال ابن كثير: أي لعن أصحاب الأخدود. هؤلاء الذين يحاربون دعوة التوحيد ملعونون. كيف يحارب العبد دين الله تعالى؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، تهديد مخيف. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الضعفاء الذين لا حيلة لهم، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم وحدوا الله تعالى. ما أسوأ الإنسان إن خالف دين الله، ما أجبره وما أطغاه، كيف لا يعبد ربه سبحانه وتعالى؟ بل يزيد على ذلك أن يصد الناس عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يصدون الناس عن طريق الحق بالسخرية وبالقوة وبالأيدي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال الله جل وعلا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال جل وعلا: ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. الإعراض عن دين الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. انظر إلى هذه القسوة وإلى هذه البغضاء، إلى الشر الذي في هؤلاء الناس. يحفرون الأخاديد لأهل التوحيد ويلقونهم في النار مع ضعفهم، ولا ذنب لهم إلا أن وحدوا الله، وما نقموا منهم، أي لا ذنب لهم عندهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآن إذا سألت أهل الشرك من عباد البشر من الذين ساءت ظنونهم بربهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: إن سألنا الله فإن الله لا يستجيب لنا لأننا من أصحاب الذنوب، فنتوسل إلى الله بالأولياء ونتوسط إلى الله بالأموات. ينادون أصحاب القباب، ينادون الأولياء والصالحين المزعومين، يستغيثون بهم في الشدائد لكشف الكربات، لجلب المنافع، لدفع المضار،
يعتقدون أن الشيوخ يهبون الذرية، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يرون ما لا يراه الناس، يعلقون التمائم والحجبات، يحلفون بغير الله، يرسلون نساءهم إلى هؤلاء، يأكلون الأتربة، يطوفون بالقباب، ويتبركون بها وبجدرانها وبأتربتها. إذا أتيت إلى مساجدهم وجدت المساجد فيها القبور الملعونة، هذه المساجد ملعون أصحابها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدع كما قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، هذه البدعة العظيمة الملعونة، بدعة البناء على القبور وجعل تلك القبور في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش الموت ويتألم من رأسه كما قال لعائشة رضي الله عنها، وفي حديث حذيفة، وفي حديث أم حبيبة، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، أحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأحاديث في موطأ الإمام مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول في موطأ الإمام مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول في البخاري من حديث أم حبيبة وأم سلمة لما قالتا له: أتينا إلى الحبشة في الهجرة ورأينا فيها كنيسة عظيمة يقال لها ماريا، كنيسة ماريا، وذكرنا فيها من التصاوير والقبور، فقال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والغلام في قصته من العبر الشيء الكثير، لكن المنبر لا يتسع، يكفي ذكر فائدتين: الأولى أن هذا الغلام كان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، متذكرا لنعم الله عليه، ناسبا الفضل والخير إلى ربه. لما قال له الجليس: اشفني، قال: إنما يشفي الله، مع أنه مستجاب الدعاء، بخلاف هؤلاء اليوم ينسبون الفضل إلى الناس. كباشي، كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. شرك والله ما وقع فيه مشركو العرب الأوائل، كانوا على الشرك، كان شركهم أنهم يتوسطون بأصنامهم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعرفون الله، ما هو شركهم؟ ليقربونا إلى الله زلفى. لكنهم لم يكونوا معتقدين أن أصنامهم تهب الذرية. وأتحدى من يقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، ومن يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قرأ البخاري أو مسلم أو قرأ جميع كتب السنة والمعاجم والمسانيد، فلن يجد حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يجد آية فيها أن هؤلاء المشركين يعتقدون أن أصنامهم تخلق مع الله، لكن يتوسلون بها ويتوسطون بها، فكفرهم الله.
ولكن في جانب الخلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون يقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم، خلقوا كخلقي ذرية يهبها الله وذرية يعطيها شيوخ، خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولذلك علينا جميعا بتوحيد الله تعالى. الفائدة الثانية والأخيرة أن هذا الغلام كانت له رسالة يريد أن يوصلها إلى الناس، وهي الدعوة. ولذلك لما سقط جنود الملك من الجبل لم يهرب الغلام، وإنما جاء راجعا إلى الملك لأنه يريد إيصال الدعوة. ولما غرق جنود الملك في البحر لم يهرب، وإنما جاء راجعا إلى الملك لأن له رسالة يريد أن يوصلها إلى الناس. فاصبروا على الدعوة معاشر المؤمنين، والدعوة في أعناق الجميع، ليست خاصة بحزب ولا طائفة ولا جماعة ولا دكاترة ولا مشايخ، وإنما هي في أعناق الجميع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وليعلم، وهذه كلمة أختم بها، ليعلم الداعية إلى الله أنه سيبتلى، سيبتلى، لا بد أن يبتلى، وقد يصل الابتلاء إلى أن تخرج من بلدك. ونحن ولله الحمد منذ عرفنا الدعوة متيقنون بوعد الله، ومتهيئون بفضل الله أن ننقل من كل مكان، بل أن ننقل من الأرض من ظاهرها إلى باطنها، لأن هذا الطريق طريق فيه من الابتلاء ما فيه. أفكلما جاءكم رسول، ليس عالم من العلماء، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لا ترفع السيوف ولا يهدد الإنسان صاحب الدين بالقتل إلا من أجل العقيدة والتوحيد. والخصومة العظمى بين يدي الله في التوحيد. أنت يوم القيامة أحد رجلين، فاختر لنفسك، إما أن تقف في صف الموحدين والمدافعين عن رب العالمين، وإما أن تقف في صف المخذولين وفي صف الصادين عن سبيل الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ليست لهم خصومة إلا في الله وفي توحيد الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا من عمى وأن يجعلنا من جنوده المخلصين المخلصين له وحده لا شريك له، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، وأن ينزل الرحمات على هذه الأمة وعلى هذه البلاد، وأن يوسع علينا وعليهم في أرزاقنا، وأن يبارك في الأعمار، وأن يزيل الفتن، وأن يكف الدماء، وأن يحقنها، إن ربي على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.